العدوي وزير الصحة والسكان إن التبغ مرشح لأن يكون السبب الرئيسي للموت والعجز بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يقتل أكثر من 10 ملايين شخص سنويا، وما لم تتخذ إجراءات عاجلة سيقتل التبغ مليار نسمة في هذا القرن، خاصة في الدول النامية التي أصبحت نسب التدخين بها في ازدياد. أوضح عدوي خلال كلماته التي ألقاها بمناسبة تدشين نتائج الدراسات الثلاث حول اقتصاديات التبغ بأن مصر أحد أكثر الدول استهلاكا للتبغ بين الدول العربية، بيأتي ترتيبها ضمن 10 الدول الأكثر استهلاكا للتبغ في العالم، وقد وجد أن التبغ بيقتل حوالي 170 ألف سنويا في مصر، حيث أن 90% من هذه الوفيات من الرجال وغالبيتها ناجمة عن سرطان الرئة وغيره من أمراض السرطان والسكتات الدماغية وأمراض القلب والشرايين الأخرى وأمراض الجهاز التنفسي. احنا كمسؤولين عن الصحة بالتعاون مع منظمة دولية زي منظمة الصحة العالمية بيكون في مبادرة وفي احتفال لتدشين نتائج هذه الدراسات، وبنقول احنا بنحارب how far we are going to deal with this epidemic. بقى اسمه النهاردة وباء التدخين، ما اسموش عادة التدخين او ظاهرة التدخين، هو عادة التدخين. وافضل ان احنا لما نصدر للعالم نصدر للعالم شيء جيد، نصدر للعالم انتاج علمي، نصدر للعالم انتاج صناعي، نصدر للعالم انتاج زراعي متميز، ولكن من الصعب جدا احنا نصدر للعالم حاجه زي الشيشه. انا ببقى مستاء جدا وانا ماشي في شارع مثلا زي الادجور رود ولا حاجه في لندن، والاقي كم القهاوي اللي موجوده وكم الشيشه، والخواجات بداوا يتعلموا يدخنوا شيشه، وطبعا مؤكد احنا في الشرط اللي ادخلنا هذه العاده السيئه. فهي مسؤوليه كبيره جدا تجاه بلادنا، مسؤوليه كبيره تجاه شعوبنا، مسؤوليه كبيره علينا تجاه العالم. ولكن في التدخين او في التبغ او في السيجاريت سموكينج دي حرب كبيره جدا تجاه المنتجين، اللي هو احنا خدنا اجراءات كبيره جدا. اجراءات ازاي؟ التحذيرات المصوره والمكتوبه على علب السجاير، ازاي الاكشنز اللي بتتاخد. احيانا القوانين بتطبق واحيانا بتطبق. فانا من موقع المسؤوليه ومن موقع الاحتفال والمشاركه معاكم في هذه المبادره، انا بأعلن بإذن الله هنستطيع ان احنا نواجه هذه الظاهرة بكل حسم، وفي بداية هذه المواجهة سنعلن المنشآت الصحية بكل انواعها حكومية وجامعية وخاصة خالية من التدخين بإذن الله.